بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف، بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الواد يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيل يا صفيه، السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله. هو وبعدين برضو ما انتي غلطان، رحتي كتبتيلي اللي وراكي واللي قدامك. شقى عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كلها عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما أعرفش ليه. حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. الباسبورت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني. بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل. المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية يا حبيبتي.